سي جمال، عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض اليوم، تغطي سماء العديد من الدول، تأثيرها على الشرق الأوسط وتحديدا على العراق، وما المتوقع من انتهاء هذه العاصفة الشمسية؟ مساء الخير لك، مساء الخير لجميع المشاهدين. فعلا الانفجارات العملاقة على خط الشمس ترسل تيارات من الجسيمات النشطة إلى الفضاء، وعندما تسبب هذه الجسيمات اضطراب في المجال المغناطيسي الأرضي، هذا يعرف بالعاصفة المغناطيسية. والعواصف المغناطيسية تصنف من فئة 1 إلى 5. فئة 1 هي أخفها، و5 هي الأشد. والعواصف الأكثر تطرفاً تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في نطاق واسع، وإلحاق أضرار في البنية التحتية للأرض، وقد تواجه الأقمار الصناعية مشكلة في توجيه نفسها أو إرسال أو استقبال المعلومات أثناء هذه العاصفة. زي ما حكينا، هذه وصلت تقريباً إلى المستوى 5 تقريباً اليوم، وهذا النشاط حسب ما أخبرنا في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لنوا، بدأت هذه الدورة في ديسمبر 2019، ولكن من المتوقع أن لا يحدث أي تأثيرات قوية على الأرض. يعني هذا ببشر شوي بالخير، إنه ما في هناك أضرار كبيرة إن شاء الله. يعني ممكن ينحسر تأثيرها فقط على اتصالات الطيران، الأقمار الصناعية لفترات محددة، ثم نتيجة هذه البقع الشمسية يظهر الشفق القطبي، وبالتالي يعني إن شاء الله بتكون تأثيرها قليل جدا على الأرض، قليل جدا على منطقة الشرق الأوسط، قليل جدا أيضا في العراق، وإن شاء الله هذا بيكون بادرة خير إن شاء الله. فالانفجارات حدثت يوم الخميس، تم التحذير منها، حدثت صباح يوم الجمعة، أول شيء حدث الانبعاث الأول كان يوم الجمعة، والثاني يوم السبت الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش، يعني بالتوقيت العالمي، والثالث إن شاء الله بتكون يوم الأحد صباحا. ومخاطرها زي ما حكيت ممكن تكون فقط على اتصال الطيران، الاتصالات، الرحلات الجوية، الأقمار الصناعية، أيضا الترددات الراديوية عالية التردد، وهذا حدث انقطاع أيضا في جهة أمريكا الشمالية بالأقمار، بالاستماع إلى الراديو قصير الموجي واللي تردداته بتكون عالية.